أول سؤال، أنا كنت بصلي سنة، بصلي يعني سنة، تمام، فصليت ركعة واحدة وقرأت التحيات وسلمت، نسيت إن أنا إنها ركعة واحدة، فرجعت صليت ركعة تاني، فهل كان عليا المفروض إن أنا أعيدها، أعيد السنة دي تاني ولا إيه بقى، ولا كده صحيحة ولا إيه؟ حاضر تمام. آه، أنت صليتيها بعد، صليتي الركعة دي بعد ما سلمتي عشان بس نبقى عارفين كل بعد ما التفاصيل. سلمت، تمام بعد ما سلمت يا أستاذة سارة. تمام يا محمد، في أي استفسار تاني؟ والتاني سؤال، هقول لي فضلت الشيخ، طب يعني أنا بقعد أصلي الفجر وبقعد لغاية الشمس ما تشرق وأصلي ركعتين، هل هم دول شروق ولا ضحى؟ وبرجع أصلي الضحى كمان، يعني بصلي ركعتين دول وأرجع أصلي ضحى كمان. طيب هنرد على حضرتك. حاضر يا ام محمد، تسلمي يا رب. ماشي، شكرا يا استاذه ساره، شكرا لحضرتك، وحضرتك طيبه وبخير يا رب. معانا الاستاذه حنان. استاذه حنان اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه ساره؟ اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه حبيبتي. وحضرتك طيبه وبخير يا رب. كل سنه وحضرتك طيب. انت بالصحه والسلامه. انا يعني انا ببعت رساله، يعني انا مش هو ممكن ما يكونش اسئله اكتر من هي سؤال، هي رساله من خلال برنامجكم المتشاف طبعا، ان انا ببعت رساله لكل زوجه بتبعت لكم بقى، انا في خلاف بيني وبين جوزي، في مشاكل، انا شخصيا كان في خلافات، كل اللي بتجي لكم دي انا مريت بيها كتير جدا، وقعدت 36 سنه مع زوجي، وبقول لكل زوجه خلي بالك من جوزك، لان الزوج نعمه كبيره في البيت وهديه ربنا، مفيش ربنا بيدي هديه حاجه وحشه يعني اي مشاكل. فانا ببعت رساله لكل زوجه بتسمعني ان تخلي بالها من جوزها، عشان لو فقدته هتفقد حاجه كبيره جدا، واحساس صعب جدا ان هي مش هتلاقيه جنبها. هي بتتكلم دلوقتي اي زوجه ان عمل وسوى ماشي، ما هي الحياه كلها فيها مشاكل وفي ضغوط، ومفيش مشاكل بتحصل من زوجها، او مش حد بيعمل مشاكل لوحده يعني، اكيد في طرفين. فانا ببعت الرساله دي لكل زوجه بتسمعني. على فكره انا كنت شايف البرامج دي من زمان يا جماعه، انا كنت اتغيرت جدا، انا مريت بكل المشاكل اللي بيقولوها دي، يعني كل المشاكل دي انا مريت بيها، كل الخلافات دي انا مريت بيها، ومع ذلك ما كناش بنفكر في طلاق والكلام ده كله. انا قعدت بعد 36 سنه. والوقت الوضع يا استاذه حنان، يعني وضع زوج حضرتك؟ لا انا متوفي. طيب انا ببعت الرساله دي عشان هو متوفي. الله يرحمه. هو بقى انا كلمتك قبل كده وقلت لك ان جوزي متوفي و تمام يا استاذه حنان، البقاء لله، وربنا يرحمه ويصبرك يا رب. فانا ببعت الرساله على خلال برنامجكم، على رسالتك الرائعه يا استاذه حنان حقيقي، يعني هي الفكره دايما. احنا انا فاكره حتى الاستاذه حنان اتكلمت عقبنا ساعتها وقلنا يعني احيانا كتير طبعا في مشاكل مقدور عليها، وفي مشاكل بتبقى خارجه عن الاطر المشروعه والمنطقيه، لكن بصفه عامه ان احنا ممكن نهون الدنيا شويه، لان ساعات كتير ما بنحسش بقيمة الشيء لما بنفقده، سواء للزوج أو للزوجة. صح. وهي نعمة إن ربنا خلق لنا من أنفسنا أزواجا. نعم. دي ده معنى عظيم جدا، وربنا يبارك لك يا أستاذة حنان.